دينك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشهدائنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين. آمين. قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في كتاب الصيام: باب في من يصبح صائما تطوعا ثم يفطر. قال: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن هارون بن بنت أم هانئ أو قال ابن أم هانئ قال عن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل عليه وهي صائمة فأتي بإناء فشربت صلى الله عليه وسلم، فشربت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن كان قضاء رمضان فصومي يوما آخر، وإن كان تطوعا فإن شئت فقضيه وإن شئت فلا تقضيه. قال رحمه الله: أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة رضي الله عنها فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأم هانئ عن يمينه رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه صلى الله عليه وسلم، ثم ناوله أم هانئ رضي الله عنها فشربت منه، ثم قالت رضي الله عنها: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أكنت تقضين شيئا؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعا. قال أبو محمد رحمه الله: أقول به. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود، والحديث سنده ضعيف لضعيف يزيد بن أبي زياد وهو القرشي الهاشمي. قال ابن تركماني الجوهر النقي: هذا الحديث مضطرب متنا وسندا، أما اضطراب متنه فظاهر، وقد ذكر فيه أنه كان يوم الفتح وهي أسلمت عام الفتح، وكان الفتح في رمضان فكيف يلزمها القضاء؟ فهي أسلمت عام الفتح، يعني أسلمت عام الفتح وكان الفتح في رمضان فكيف يلزمها قضاء؟ أما اضطراب السند الحديث اختلف فيه على سماك، ففيه تارة رواه عن أبي صالح بادام مولى أم هانئ وهو ضعيف، وتارة عن جعدة وتارة عن هارون وكلاهما مجهول. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي من طريق ابن أم هانئ عن أم هانئ، وسماه الترمذي في روايته الثانية والنسائي في روايتين الأولى والثانية جعدة هو ابن أم هانئ. وأخرجه النسائي من طريق سماك بن حرب عن هارون ابن أم هانئ عن أم هانئ، وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق شعبة عن جعدة عن أهله، وأبي صالح باذام عن أم هانئ، وباذام هو مولى أم هانئ. فالاضطراب في السند ظاهر، واضطراب في المتن أيضا ظاهر، كيف يقول لها اقضي أكنت تقضين وهي أصلا في رمضان، لأنه تعلمون أن السلام بلغ الكديد فقال: أنتم الآن تقتربون من عدوكم فأفطروا. فجاءه رجل فقال: ينظرون عليك يا رسول الله. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن فشربه بعد العصر، وأتم أناس صومهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة. وسماك هو المتهم، والدلالة على خطأه في ذلك قال في بعض الروايات إن ذلك كان يوم الفتح، وهو عند نسائي والطبراني يوم الفتح كان في رمضان، فكيف يتصور قضاء رمضان في رمضان؟ في قوله الوليدة أي الأمة فناولته أي الجارية، والضمير المنصوب له صلى الله عليه وسلم، المفعول الثاني مقدر وهو الإناء، يعرف الإناء فرفع الإناء ناولها الإناء فشربت منه. قوله أكنت تقضين بهذا الصوم شيئا أي من الواجبات عليك فلا يضرك، أي ليس عليك إثم في فطرك إن كان أي صومك تطوعا، وهو للتأكيد قاله القاري. قال الخطابي في هذا بيان أن القضاء غير واجب إذا أفطر في التطوع، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهم، وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. قال أبو حنيفة وأصحابه: يلزمه القضاء إذا أفطر. وقال مالك بن أنس: إذا أفطر من غير علة يلزمه القضاء. وعن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: أهدي لحفصة طعام، وقالت عائشة: كنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله إن أهديت لنا هدية واشتهيناها فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكما، صوما مكانه يوما آخر. هذا الحديث أيضا ضعيف لم يصح، رواه داود، وهذا أمر ند بدليل قول لا عليكما، لكن الحديث أصلا ضعيف. حديث أنه قال صوما يوما مكانه، لو قلنا بالصحة فيكون الأمر أمر استحباب، ولكن أصلا الحديث إيش؟
ضعيف ضعيف. وشغلت عن هذا الحديث والحديث هذا تدل أنه يجوز لمن صام الطوع أن يفطر، لا سيما إذا كان في دعوة إلى طعام أحد من المسلمين، ودل أنه يستحب للمتطوع القضاء لذلك اليوم، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور من أهل العلم. وحكى الترمذي عن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا عليه القضاء إذا أفطر، قال وهو قول مالك بن أنس، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحديث أبي سعيد، وأجيب عن ذلك بما في حديث أم هانئ من التخير، فيجمع بينه وبين حديث عائشة وأبي سعيد، نعم، ويدل على جواز الإفطار وعدم وجوب القضاء حديث أبي جحيفة. قال فجاء أبو الدرداء فصنع له أي لسلمان طعاما، فقال كل فإني صائم. قال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل، فقال له سلمان إن ربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطك الذي حق حقه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. رواه البخاري. وأجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك لم يبين لأبي الدرداء وجوب القضاء عليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وحديث عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني صائم. إذن صائم. ثم أتانا يوم آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فلما وضع قال رجل أنا صائم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر وصوم يوما مكانه إن شئت. رواه الدارقطني وحسنه الحافظ أيضا. فقال أفطر فصوم يوما مكانه إيش إن شئت، فجعله على التخير. والحديث ظاهر جدا، الصائم أمير نفسه، إن شاء صام إن شاء إيش. قال ابن المير ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة، كقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، إلا أن الخاص يقدم على العام كحديث سلمان. وقال ابن عبد البر من احتج في هذا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء، كأنه لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله جل في علاه. لكن الحنفية والمالكية يرون أنه من شرع في النافلة صار فرضا عليه، يرون أنه من شرع في النافلة صار فرضا عليه، استدل على ذلك بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا خاص بالحج، لأن الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه من شرع في الحج والعمرة واجب عليه إيش؟ الإتمام حتى ولو كان في الفساد. وأما الجماهير فقد قالوا أنه لا يجب عليه، لا سيما وأن حديث ظاهر جدا قال المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه. لما قال أخلون لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر، ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم يفرض الله عليه ولا أوجب على نفسه بنذر أو غيره لم تنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من الصوم الواجب، وهم لا يقولون بذلك. ولا يخفى أن الآية عامة معامة الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول. فالصواب قال ابن المنير قوله لا عليكم فيه دليل أنه يجوز لمن كان صائما عن قضاء أن يفطر ولا إثم عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل الصوم قضاء أو تطوع، ويؤيد ذلك قولهم في حديث أم هانئ إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه. هذا فيه أيضا البيان على أنه حتى ولو كان قضاء فأفطر فلا إثم عليه، وهذا أيضا فيه نظر عند بعض العلماء في هذه المسألة أنه ترك واجبا لغير داعي، والكلام هنا مؤول على أنه لا إثم عليه إذا جاء الداعي، يعني إذا جاء الداعي إلى ليش إلى الفطر، إذا جاء الداعي الفطر. وأما الكلام عليه لو قلنا التأويل يكون بعيدا نقول إذن الأحكام فرع على التصحيح، وحديث أم هانئ حديث مضطرب سندا ومتنا، وحديث عائشة حديث ضعيف، حديث حفصة وعائشة حديث ضعيف، والأحكام فرع على إيش على التصحيح. فيبقى لنا أنه إذا كان واجبا ليس له أن يفطر إلا إذا إلا داعي لحاجة، وإن كان متطوعا فهو أمير نفسه، كان متطوعا فهو أمير نفسه. نعم تفضل شيخ الباب الذي بعده. قال باب المندوع إلى طعام وهو صائم فليقول إني صائم. قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقول إني صائم. هنا في قول باب المندوع إلى طعام وهو صائم فليقول إني صائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. هذا باب ندب الصائم إذا دعى إلى الطعام،
ولم يرد الافطار. في قوله صلى الله عليه وسلم: اذا دعى احدكم الى طعام وهو صائم فليقل اني صائم. وفي روايه: اذا اصبح احدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فان امرؤ شاتمه او قاتله فليقل اني صائم اني صائم. فهنا يقول اني صائم في هذا الباب، يعني ليس فيه رياء ولا سمعه، محمول على انه يقول له اعتذارا له واعلاما به بحاله ليسمح له في هذا الباب، فلا ياتي او ياتي ولا ايش ولا ياكل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انه اذا اتى اذا تكلف عليكم اخوكم فاكرموه، يعني لابد ان تطيعوه وتفطروا، والا فادعوا له. قال: اما ياكل واما فليصلي. يصلي هنا يعني معناها يدعو، وبعضهم قال يصلي حقيقه، وفيه الدعوه. يقول: اللهم اني صائم، ما فيها شيء يعني. أعرف. ولو قال في ذلك يؤكد فيها على الدعاء: اللهم ثبتني على الصيام. فهو يخبر عن نفسه أنه صائم فيقول: اللهم اجعلني صائم، ففيه الخبر وفيه الدعاء، فيبقى رابح الأمرين. وليس الصوم عذرا في إجابة الدعوة، لكن إذا حضر لا يلزمه الأكل، ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل بخلاف المفطر، فأنه إذا أجاب الدعوة يأكل، تكلف لكم أخوكم. أما إن كان صائما فهو بين امرين، بين الخيرين، اما ان يفطر واما ان يدعو. واما الافضل له، قال بعض الشفعاء: ان كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر، يكون وجيها وله مكانه والناس قريبه منه، ف استحب له الفطر، والا فلا. فهذا اذا كان صوم تطوع، فان كان صوما واجبا حرم الفطر. وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما إذا دعت إليه الحاجة، والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة. وفيه الإشارة إلى حسن المعاشرة وإصلاح ذات البين وتأليف القلوب وحسن الاعتذار عن السبب، وبيان أنه هناك علة منعته من ذلك فليستغفر الله على ذلك، وأنه يقول أنني صائم ويدعو له، فهذا أيضا يدخل عليه السرور أنه لبى دعوته، وإن لم يأكل قد دعا له. وهذا من حسن الإسلام، من حسن الإسلام في الإنسان. الفوائد المستنبطة: الصائم أمير نفسه، من شرع في النافلة لا تصير فريضة عليه. من حسن الإسلام والأدب إجابة الدعوة، فإن كان صائما فليأكل أو يصلي. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.